السلام عليكم. اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الأخيرة بالحديث عن تلميذة صغيرة لقيت حتفها ولن تصدق ما حدث. وقالت عدة صفحات نشطة على الفيسبوك في الساعة الأخيرة أن تلميذة صغيرة تبلغ حوالي 8 سنوات دخلت إلى محل مواد غذائية وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان، أين توفيت متأثرة بالإصابة الخطيرة والتي تعرضت لها جراء سقوط سقف مصنوع من الخشب عليها داخل المحل التجاري والتابع لملكية والدها لبيع المواد الغذائية. الحماية المدنية تدخلت ونقلت الضحية لمصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها في القضية. رحم الله الفقيدة وألهم ذويها الصبر والسلوان.